عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. نعم، شاهدوا كرز وهو يلعب. هل كل شيء بخير يا فكري؟ أشعر بوخز في أوراقي. ستهب عاصفة قريبا. عاصفة؟ مع كثير من الرعد والبرق؟ بالطبع. نعم. ليتني أستطيع حمايتك من العاصفة. سأكون بخير. العاصفة تنقي الهواء وتمنحني الماء لأشربه. نعم، لكن السحب تبدو غاضبة جدا في وقت الرعد. رعد 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 قوي. ليست غاضبة. ما الرعد إلا صوت قوي يحدث حين يضرب البرق الهواء. لابد أن نبتعد عن الأشجار وقت العواصف يا لين، ونبقى في المنازل. هذا صحيح. من الأفضل مشاهدة العواصف من المنزل في الدفء والأمان. يا لين، لم ننتهي من اللعب. لا وقت للعب اليوم يا روزي. علي الذهاب، أمامي يوم حافل. ألم تنسوا شيئاً؟ شكراً على الطعام. أعجبتني الفاكهة والمكسرات بشدة. ليس هذا، انظرا هنا. ليس من الأدب أن تترك هذه الفوضى. آسف. معذرة، أنا في غاية الأدب. أنا أكثر طائر مهذب هنا. لا أحد أكثر أدباً مني. نسيت هذه. شكراً جزيلاً لإخباري يا بطة. أعتذر عن رحيلي بسرعة، كان أمامي الكثير لأفعله. الآن فهمت. لين، لماذا أعددت كل هذا الطعام؟ لا يمكنني حماية فكري، لكن يمكنني الاعتناء بالآخرين حين تهب العاصفة، ولهذا السبب سوف أدعوكم لحفل شاي كبير. فكرة جيدة، لنكون جميعاً بأمان ودفء ونحن نشاهد العاصفة. أظن أنها ستمطر. سأذهب لأحضر الجميع. تعال إلى منزلي يا رومبا، لا تخف من العاصفة. أو ماذا؟ أنا لست خائف. أنت محق. طالما نحن معا فسنكون بخير. أنا أحب العواصف، خاصة الرعد حين يقول بوم. أجل، الجزء الأفضل حين يقول كراك بوم. لا تتأخر، أعددت لكم شطائر وكعكا. كعك؟ إذا ماذا أنتظر؟ أنت تعرف أنني مهذبة يا فكري. أنا لا أصيح قبل شروق الشمس بخلاف أشخاص آخرين. وأنا لا أهز ذيلي المبتلة وأرش الماء على الجميع. أرجوك يا فكري، أحكم بينهما. من الأكثر أدبا، أنا أم أنا؟ سوف أحميكم من العاصفة. هيا جميعا، لابد أنكم خائفون. ما السبب في أن نخاف؟ إنها مجرد عاصفة. يمكنكم الاحتماء بمنزلي، وأيضا نقيم حفل شاي. حفل شاي؟ شيء جميل. لابد أن يتحلى الطائر بالأدب في حفلات الشاي. يجب هذا بالفعل. وأخلاقي هي الأفضل في الحديقة. سنرى هذا الأمر. يسعدني حضور الحفل. جيد، أراكم هناك. كن شجاعاً يا فكري. بيتك، لكن لدي منزلي. تعال معنا، فربما تخاف وحدك. لكن يا لين، أنا لست خائفاً. عصير وشطائر يا بينون. وشطائر العسل. شطائر عسل كثيرة. ستكونين بخير يا أرزة؟ لقد رأيت عواصف كثيرة يا لين. شعرت للتو بقطرات مطر. لين، أحياناً يكون أكثر شيء في حياتنا نخشاه يأتي من داخلنا. هل أخذ
الجميع عصيرا؟ أجل، شكرا جزيلا. أشكرك جزيل الشكر. احترسي يا بطة، ليس من حسن الخلق بعثرة الفتاك. أجل، رأيت لتوي برقا شديدا. يا إلهي. فيل واحد، فيلان، ثلاثة، أربعة أفيال، خمسة أفيال، ستة أفيال، بينون، سبعة أفيال، ماذا تفعل؟ ثمانية أفيال، تسعة أفيال، عشرة أفيال. أنا أعد الثواني الفاصلة بين البرق والرعد. لو كان العدد أقل في المرة المقبلة فهذا يعني أن العاصفة تقترب. هذا ماهر. فيل واحد، اثنان، ثلاثة أفيال، أربعة، خمسة. أرأيت هذا يا لين؟ لين؟ أنا في غاية الأسف أنك صنعت كل هذه الفوضى العارمة يا بلبلة. لين، لين، أسرعي ستفوتك العاصفة. هل تخافين من العواصف يا لين؟ أجل. يا لين، أنت بأمان في المنزل، ليس هناك ما تخافينه. لكن الصوت مخيف يا روزي، أتمنى أن يتوقف. سيتوقف في دقائق، ربما لن تخافي هكذا إن أتيت وشاهدت. أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. عددت حتى عشرة بين البرق والرعد في المرة السابقة. ماذا يعني هذا؟ العاصفة تبتعد عنا. أعتقد أن العاصفة تودعنا. شكراً لأنك ستتركين لي آخر شطيرة. أنا في غاية الأسف لكن أنا رأيتها أولاً. اهدأ رجاءً، اهدأ. انظروا، الشمس تشرق مجدداً. فكري، علي أن أطمئن عليه. هل كنت خائفاً هنا وحدك وقت العاصفة؟ على الإطلاق، أحب العواصف. أتمنى لو تهب أكثر من ذلك. الريح تتخلل الأوراق والمطر البارد ينساب على جذعي. فكري، ليتني أستطيع إسعادك. ربما يمكنك فعل هذا. هيا تعالي معي يا لين. مستعدون؟ البرق، البرق جاهز. والمطر؟ نعم، لدينا مطر. جيد. صوت الرعد وعاصفة رعدية. صوت الرعد جاهز. رائع. عاصفة رعدية. كلتاكما على خلق عالي. هل يمكننا الحصول على عاصفة رعدية لأجل فكري؟ أنت أولاً يا بطة. لا، بعدك أنت يا بلبلة. يا عاصفة فكري المخصوصة، انطلقي. هذا ما أسميه عاصفة. شكراً للجميع. روزي، ما الأمر يا لين؟ ليه شيء؟ لم أعد أخاف من العواصف بعد الآن. شكراً يا فكري. أعلى أعلى. لديك عاصفة رعدية في معدتك يا رومبا؟ نعم، أنا جائع. هل لا تعدين لي وجبة خفيفة يا روزي؟ بالطبع، من فضلك أعطني هذا. أنا أريد مربى من فضلك، توت بري. لا، بل فراولة، كلاهما لذيذ. واو. هل فاجأتك يا رومبا؟ العجلات والأجنحة.
هيا يا بطة. انطلقنا. يا بطة، ربما تتمنيان لو تطيران مثلنا. يبدو الأمر مسليا. هيا ابتعدي. ما المشكلة يا لين؟ لا شيء يا روزي، أنا سأذهب لأرى ماذا يفعل فكري. إلى اللقاء لين. مزلاجك سألحق بها. فكرة جيدة. روزي انظري إلي. بلبلة، هل أنت بخير؟ لقد سقطت. سقط؟ أنا لم أسقط، إنها فقط الريح أزاحتني عن طريقي. ليس هناك ريح اليوم. حاولي بهدوء يا بلبلة. لا حاجة لي إلى ذلك، أنا لست خائفة. هل أنت بخير؟ ترى، هل فعلت ذلك عن قصد؟ كانت حركة مثيرة يا بلبلة. لا عليك يا بلبلة، كلنا نخطئ أحيانا. الأفضل الانطلاق مباشرة إلى الفضاء. إلى الفضاء؟ يسرني ذلك يا بطة، لكن أظن أنني تدربت كثيراً اليوم. في الواقع لقد تعبت من الطيران. أنا سوف أعود لأستريح قليلاً في العش. أو مزلاج واحد فقط يا لين. أردت أن أضع الآخر لكن حدث شيء ما. توقفي. أنت تظن أنني أمزح. كان شيئاً كالخنفساء، ولكن آسف يا لين، لست أسخر منك. أنا هناك شيء يدغدغني. أحضرت لك المزلاج يا لين. لماذا تهرب باستمرار؟ لا أعلم يا بلوطات. أتعرفن ما حكاية لين؟ لين أعلم. أتريدين أن أوصلك يا بلبلة؟ شكراً يا روزي، طريق البيت طويلة. انطرتي تصلين أسرع يا بلبلة. لا شكراً، التنقل على الأرض أكثر تسلية. أنا أستطيع أن أرى كل الأشياء من هنا، والعجلات أيضاً رائعة. أهلاً روزي، أتسابقينني؟ بلبلة متضايقة قليلاً، سأوصلها إلى البيت، وعلي أن أسير على مهلي. على مهلي؟ بالطبع لا، نتسابق إلى بيتك. هو رائع. هيا يا روزي. هذا أمر مدهش، العجلات هي الأفضل. ولكن يا بلبلة، ماذا عن الطيران؟ الطيران؟ لا طيران والعجلة في دوران. لن تطلبي من روزي أن توصلك دائماً، أنت في مكان رومبا. أنت على حق روزي، أنا بحاجة إلى عجلاتي الخاصة. لا عليك يا بلبلة، هذا مسلم. أوه، لكن مكان بلبلة هو الفضاء. لا تقلقي يا روزي، بلبلة ستكتشف ذلك بنفسها قريباً. ستصبح لي عجلات خاصة. تادا. واو، ما هذا؟ مزلاج طيور. اركبي سأريكي. تضعين جناحيك هنا وترفرفين لتحريك العجلات. ما رأيك يا بلبلة؟ بلبلة؟ أنا أول طائر على عجلات. مرحبا يا لين، أضعت مزلاجا؟ لم أضع، أنا لم أضع. لماذا؟ أنا ستظن أنني سخيفة. لا أبداً. كنت سأضعه في قدمي، لكن خنفساء غريبة وقعت منه فلثت بالفرار. هل أخافتك؟ أرأيت؟ أنت ترى أنني سخيفة. ليس سخيفاً أن تعترفي أنك خفت، ولكن تعرفين أن الخنفساء لا تؤذيك. في الواقع هي مفيدة،
فهي تنقي الأوراق وتنظفها كما نفعل نحن. صحيح؟ أليس هذا رائعاً؟ مثلاش طيور. لماذا لا تطيرين؟ أطير؟ أنت تمزحين. لماذا أطير وأنا عندي عجلات؟ لن أتوقف، سأسابق كرز وروزي في الحديقة. وجدتك مزلاجي. شكراً يا رومبا. بحاجة إلى مساعدة؟ أنا بخير، إنها سخافة مني أن أخاف من خنفساء. لا داعي لهذا الشعور، اغسلي يديك لنتناول شراباً منعشاً بعد أن نرتب كل شيء. الخنفساء في المغطس. لا بأس يا لين، دعيها لي. انتبهي يا بلبلة. في الفضاء لا توجد حجارة ولا يمكنك فعل هذا في الفضاء. ألم تشتاقي إلى أي شيء في الطيران؟ ولا أي شيء، ولا حتى أن تلعبي معي؟ ما زال بإمكاننا أن نلعب معا إذا صار لك مزلاج كهذا. لا بأس يا صغيرة، أرأيت؟ هي لا تريد أن تخيفك، إنها فقط عالقة في المغطس. انظر يا بينون، لا تستطيع الخروج. النجدة. إنها خائفة منك أكثر مما كنت خائفة منها. لا تخافي يا خنفساء، علينا أن نخرجها. عندي الحل المناسب، سلمي الخاص بالخنافس جاهز. أنقذناها، لم تعد خائفة. وأنا لست خائفة منها. مثلاج الطيور هذا أتعبني. حان وقت الاستراحة في العش. كيف سأصعد إليه؟ تطيرين طبعاً. لا أستطيع. ماذا لو سقطت؟ أعني أنا لا يمكنني ذلك. أنا طائر عجلات الآن. ما المشكلة يا بلبلة؟ لماذا لا تذهب إلى عشها؟ عليها أن تطير لتذهب إلى هناك. أظن أنها تخاف أن تطير بعد أن سقطت. لكن أنا لم أسقط. روزي، انظري ماذا وجدت. كنت خائفة منها، لكن بينون قال إنها تخافني. احتاجت المساعدة، وأنا الآن لم أعد خائفة منها. أنت على حق، نحتاج إلى مساعدة شخص آخر عندما نخاف. كرز، سنحتاج إلى بعض التعديلات في مزلاج الطيور. فعلت ما طلبت مني يا روزي. وجدنا لك مكاناً لقضاء ليلتك. آه، رائع! أين هو؟ اتبعيني يا بلبلة. أجيد ذلك. أهلا برجوعك إلينا يا بلبلة. ما أروع هذا المكان. لا أصدق أنني تركت الفضاء من أجل تلك العجلات. يبدو أن كرز يفتقد شريكته في السباق. من يشارك في السباق؟ لا بأس يا رومبا، قد تفوز في المرة القادمة. أوه، فزت بفرق بسيط. لو كنت أنا طائراً وأنت طائراً لطرت أسرع منك بالتأكيد. وكيف تعرف؟ أعرف أنني سأكون طائراً بارعاً. ليلة سعيدة يا روزي. ربما ترفرف بأذنيك وبذراعيك أيضاً. عندها سأكون حقاً سريعاً جداً. أنا رومبا الأرنب الطائر. ووش. فكري يختبئ. هيا يا رومبا،
هيا نغسل الصحون ونبدأ التنظيف، بعض الماء والصابون وأخيرا تنشيف. من جديد؟ نعم. هيا نغسل الصحون ونبدأ التنظيف، بعض الماء سأفتحه وأخيرا تنشيف. حسنا. مرحبا. هيا نغسل الصحون. من قرع الجرس؟ بعض الماء. نبتة. ماذا؟ نبتة؟ هل أرادت الدخول في رأيك؟ ها؟ لا، لا أظن هذا يا رومبا. دوري. مرحبا. أوه، هذا أنت. ما الأمر؟ ظن رومبا أنكما نبتة. هل رأيتما كرس في الجوار؟ لقد كنا نلعب الغميضة ولم نجده في أي مكان. يستطيع كرس الاختباء ساعات طويلة ولا يجده أحد. أنا ورومبا سنساعدكما. نعم، ونبحث عن تلك النبتة. هيا. أوه، أتعرفين حقاً ماذا تفعلين يا بلبلة؟ أوه، اطمئني يا فكري، إن قدراتي السحرية الآن جاهزة. مرحباً يا بلبلة. مرحباً يا فكري. هل رأيتما كرز؟ أقوم بشيء أهم بكثير من البحث عن كرز. سأجعل فكري يختفي. من شجرة إلى بذرة، فكري الآن لا يرى. هل اختفيت؟ لا، ولا حتى قليلا؟ لا، للأسف. لا، لابد أنني متعبة. ربما اليوم غير مناسب لاختفائه. ولكن لماذا تريد الاختفاء يا فكري؟ ستقولون إنني سخيف. لا، لن نفعل. حتى اسأل رومبا. سنقول إنك ظريف ولكن لست سخيفا يا فكري. حسنا، أتمنى أن أركض مثلكم وأن ألعب ألعابكم. أريد مشاركتكم اللعب، لعبة الغميضة مثلا، أن أكون من يختبئ لمرة واحدة. أظن أن من حق أي واحد أن يختبئ. لا تقلق يا فكري، سنساعدك. حقا؟ أترك الأمر لنا يا فكري. لكن كيف سنخفي بلوطة ضخمة؟ هذا بالتحديد ما أسأل نفسي عنه. لن يجداني هنا أبدا، حتى لو ساعدتهما روزي ورومبا. أين ذهب الجميع؟ هيا يا رومبا، لمسة الخداع. إذن ماذا سيفعلان ثانية؟ قلت تنكر. رائع. وما هو التنكر؟ أن ترتدي شيئا يجعلك تبدين مختلفة، عندها لن يعرفك أحد. روزي، ربما التنكر أحدهم في شكل تلك النبتة ثم ضرب الجرس، صح؟ رومبا، هل نسيت أمر هذه النبتة رجاء؟ هيا يا فكري، لنضع هذا على وجهك هكذا. حسنا، كيف أبدو الآن؟ جيد. اللون متناسب مع أوراقك. يا له من تنكر. ماذا حدث لوجهك يا فكري؟ بلبلة، كيف عرفت أنه أنا؟ وهل توجد شجرة سواك هنا فوق التلة؟ ولكن كيف اختفي وأنا عالق هنا حيث يراني الجميع؟ يا فكري، إنها تلة علي، يمكن أن ترى لمسافة بعيدة. ويمكن أن تروني من مسافة بعيدة أيضا. أتمنى لو أنتقل من هنا إلى مكان آخر. إلى أين؟ مثلا إلى الملعب. هيا جميعا لنسحب فكري إلى الملعب. وأنا سأرش بعضا من سحري البلبلي من التلة إلى الملعب. فكري سوف يسحب. اسحبوا.
مشكلة البارع في الاختباء مثلي هي الشعور بالوحدة. أهلا بك يا بلبلة. إنه لا يتزحزح. أوه فكري، لم ننجح في إخفائك، سامحنا. لا لا بأس، على الشجرة العجوز أن تظل عالقة في هذا المكان. لن أذهب أبدا إلى الملعب وألعب الغميضة مع أصدقائي. مسكين فكري. روزي، ها هل سأعمل وحدي؟ لو أنني أجد طريقة لمساعدته. روزي. رومبا، الوقت غير مناسب للمزاح. أوه، هيا أخرجيني. رومبا، لقد أعطيتني فكرة عبقرية. اتبعني. ها؟ إلى أين يا روزي؟ روزي، لنخفي شجرة البلوط. ها، جيد، هذا أسهل من الغسيل. بينون، تعال ساعدنا. ماذا؟ نعم نعم. أمسك هذه. الآن أين هي بلبلة؟ بلبلة، شبيك لبيك، خذي هذا. لماذا؟ لأنك ستخفين معنى فكري. أنا؟ هل سأختفي حقا؟ ها؟ هيا يا غيوم ساعدينا. هذا يدغدغ. لقد نجحنا. نجحتم في ماذا؟ أين فكري؟ انظري. روزي، النبتة، إنها هناك، انظري. هل سنعود إلى ذاك الموضوع؟ نبتة تتحرك. أتساءل من هذا يا ترى؟ هيا لنختبئ ونرى. أنا مللت من هذا. ها أنا، لقد ربحت. أين أنتم؟ فكري، لقد اختفى. فكري، أين أنت؟ فكري. أنا هنا أيها الولد المشاغب. هذا أفضل مكان للاختباء منذ أن اخترعوا الغميضة. رائع. شكرا يا روزي ويا رومبا، شكرا للجميع. أتعلمون؟ يبدو فكرك بيت ألعاب، أضخم بيت ألعاب. صحيح، وماذا نفعل في بيت الألعاب؟ بيت الألعاب. روزي، لو أنني اختفيت مرة. نعم. إذن سأقول أنا هنا، لا تجلس فوقي. للناس. نعم، ولكنك لن تظهر أيضا في الصور كما أنني سأشتاق إليك. هيا رومبا، أعرف طريقة لنختفي بها معا. حقا؟ وساعتها لن يرون أحد. نعم، أتجرب؟ ليس الآن. هيا سنختفي قليلا فقط. حسناً، قليلاً فقط. ها قد اختفينا. ليلة هانئة يا رومبا. حركة ذكية. وأنت يا روزي. الملك والملكة. رابنزل، رابنزل، هيا أنزلي شعرك. ماذا فعلت؟
كانت يا بينون؟ ماذا فعلت؟ سأحكي هذا يا لين. لذا رابنزل أنزلت شعرها الطويل من البرج العالي، وتسلق الأمير عليه و... وعاشوا في سعادة إلى الأبد. مرحى. برج أمير وسيم. أوه، شعر طويل. لا 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 لا، سوف أسبقك. بل سأسبقك. ربحت، أنا ملك التلج. في الواقع أنت لم تربح يا كرز، بل نحن تعادلنا. لا، أنا ملك الحديقة كلها. حسناً، في هذه الحالة أنا ملكة الحديقة. لا أظن هذا. يمكن أن يكون هناك ملك وملكة، أليس كذلك يا بينون؟ نعم، في كثير من كتب الحكايات. حسناً إذن، لكنني المسؤول. ليس الأمر متعلقاً بالمسؤولية، الملك والملكة يجب أن يتعاونا معاً ويعتنيا بالجميع لتحقيق سعادتهم. حسناً، وماذا يفعلون أيضاً؟ تعد الملكات الفطائر مثل ملكة القلوب. أجيد هذا أيضاً. ويجيد الملوك ركوب الخيل. الملكات يجدن هذا. أنا مثلاً أجيد ركوب الدراجات يا رومبا. أعرف شيئاً كل الملوك والملكات يفعلونه. يعيشون في منازل ضخمة جداً تسمى قصور. قصور. سوف أبني واحداً، وعندئذ سأحكم الحديقة. سوف أبني قصري الخاص، ويمكن للجميع زيارتي في أي وقت. رائع. هدوء. ضوضاء شديدة، هناك من يحاول أن ينام. معذرة، آسفة يا بلبلة. أنا الملك، ليس علي أن أهدأ. حسناً، يبدو لي أنني لن أنام في هذه المملكة الصاخبة. ما أحتاجه هو برج لطيف وهادئ تماماً مثل رابونزل. سأبحث لي عن برج. لما العجلة؟ هل قطعنا شيئاً؟ سأبحث عن مكان لأبني أفضل وأكبر قصر لكل أصدقائي. وأنا أيضاً، سوف تساعدونني، هيا. كلا، سيساعدونني أنا، أليس كذلك؟ ماذا سنفعل؟ أنا لا أعرف أيهما أختار. لا تقلق، أعرف طريقة أكثر عدلاً للاختيار. حسناً، اسمعوا، كل ما عليكم هو اختيار شريط. لو اخترتم الشريط الأحمر فستساعدون روزي، والشريط الأزرق يعني مساعدة كرز. لا تنظروا. روزي. كرز. روزي. روزي. كرز. ليس هذا عدلا، أنت معك ثلاثة وأنا معي اثنان فقط. حسنا، إذن رومبا سيساعد كلينا. هيا بنا جميعا، فلنبحث عن مكان مثالي لبناء القصر. هيا يا رومبا، ساعدني أولا. حسنا. جميلة وهادئة. ترى هل يصلح هذا الموقع لقصرنا يا لين؟ فلنرى. نطاطة ظريفة. لكن لا تصلح للبناء عليها. انظروا إلي. لا، ولا هذا المكان. يا للضوضاء، ما زلت لا أجد الهدوء والسكينة. فلنبني هنا يا روزي. كلا، لا يصلح هذا أيضا. أظن أنه علينا إيجاد مكان آخر للقصر. راية، كل قصر له راية. هيا بنا، هيا إلى المتاهة. ها
هيا افسحوا الطريق للملك. يبدو أنه لا هدوء ولا سكينة هنا أيضا. ما رأي فخامة الملك؟ لا، لا يصلح لبناء قصر يليق بملك. قنادس الأفضل في البناء. أهلا ميت ومت، هل لا تساعداننا في بناء أكبر قصر في المملكة؟ أجل، نحن الأفضل في البناء. هيا إذن فلنتحرك. إلى أين هذه المرة؟ مكان ليس ظاهر يمكن حمايته. المتاهة. أخيراً أنعم بالهدوء، سأنام لأزداد جمالاً. لماذا طار النوم من عيني؟ هذا هو أفضل مكان لبناء قصر للملك. كارز، لقد وجدته قبلك، أليس كذلك يا رومبا؟ أظنكما وجدتماه معا في نفس الوقت. يتعين عليك أن تجدي مكانا آخر لقصرك. كلا، بل عليك إيجاد مكان آخر لبناء قصرك أيها الملك كارز. فلتشيد القصر سويا. لا، فليشيد كل منا نصفه. حسنا، والنصف الأفضل سوف يحكم كل من في الحديقة. ربما أحدثوا جلبة، لكن الحياة ليست جميلة من دونهم. سأذهب إليهم لكي أرى ماذا يفعلون. نصف قصري يبدو رائعاً جداً. ونصفي أيضاً. ما الذي يحدث؟ النجدة! لا يمكنني الخروج! ما هذا؟ يا إلهي، بلبلة محبوسة! بلبلة حقا في محنة مثل رابنزل. يا إلهي، من سوف ينقذ أميرة مسكينة؟ أنا أقصد بلبلة. سأنقذك يا بلبلة. لا فائدة يا روزي، علينا أن نتعاون معا فحسب. حسنا، فلنتعاون. فلتصمدي يا بلبلة. النجدة! سأنقذك. أنتم أبطالي. مرحبا. فليحيا الملك كارز والملكة روزي. رومبا، ماذا تفعل؟ أنا الآن ملك بيت اللعب وأعد وليمة ملكية. أتحتاج إلى العون؟ نعم أرجوك، سوف تكون وليمة تليق بالملك رومبا. وبالملكة الجميلة روزي. شكرا رومبا. هذا شهي حقاً. بيضة أم كرة مضرب؟
أوبس، ضربة موفقة يا لين. شكرا يا روزي. نقطة لكرز ولين. رائع. هل حان وقت الطعام يا روزي؟ ليس بعد يا بينون. هيا يا روزي، دورك الآن، نحتاج نقطة. بلبلة، ماذا تفعلين عندك بالأعلى؟ أنا أنظف، صديقتي بطة ستزورني، أريد أن يكون المكان نظيفاً. بطة بطة بطة! يا بلوطات، ماذا تفعلون؟ عمل بلبلة لا ينتهي أبداً. آسفة. رائع. نقطة لكرز ولين. ياي، سوف نفوز. لن تفوز أبدا طالما أنا هنا، انسوا. لو كسب هذه النقطة فسوف يفوزان. عندها سآكل قطعة حلوى لذيذة من حلوى روزي. حسنا، إليكم أفضل ضربة عندي. أسرع. أين الكرة؟ لا 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 أعرف، لقد اختفت تماما. هل يعني أن وقت الحلوى قد حان؟ هيا يا بطة، ترى أين أنت؟ بطة 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 بطة. أخيرا، بطة بطة، أهذه أنت؟ ما هذا الشيء؟ بيضة بيضة بيضة. هذا صحيح، هناك بيضة في العش. ماذا سأفعل بها الآن؟ أريد استرجاع الكرة، يجب أن ننهي المباراة لأنني كنت سأفوز بها. أعني نحن كنا سنفوز بها. الكرة ليست هنا. ولا هنا. ولا هنا، ولكن الحلوى تبدو لذيذة. هيا لنتابع التفتيش. لما لا أبقى هنا؟ فربما ما... تعال يا بينون. أنا قادم. بيضة بيضة بيضة. بلبلة بيضة، كم هذا جميل. حقا، لكن ماذا أفعل بها؟ تجلسين عليها طبعا. ليست مريحة جدا، ماذا أفعل الآن؟ ابقي مكانك يا بلبلة، تؤدين عملا هاما بجلوسك على البيضة. سأطلب من الجميع أن يحضروا لك ما تحتاجين إليه. مثل ماذا؟ مثل الطعام والشراب وكل ما تريدين. بيضة بيضة، حلوة حلوة، طعام وشراب. كفى إزعاجا يا بلوطات، بلبلة في حاجة إلى الهدوء. اذهبنا وأخبرنا الجميع بحاجاتنا إلى المساعدة. ولكن فعلا أنا لا أفهم، أين يمكن أن تختفي؟ قد تساعدنا بعض قطع الحلوى على التفكير. فكرة جيدة يا بينون. تعالوا تعالوا تعالوا. ما الحكاية يا ترى؟ بلبلة بيضة بيضة. بيضة بلبلة. فكري فكرة. هيا بسرعة، بلبلة في حاجة إلى المساعدة. ولكن ماذا عن الكرة الضائعة؟ وماذا عن قطع الحلوى؟ هل أنت بخير يا بلبلة؟ متعبة جداً وجائعة جداً. لا تشغلي بالك أبداً يا بلبلة، سنأتي إليك بكل ما تحتاجين إليه. هل تريدين قطعة حلوى؟ يم، نعم، لقمة منها قد تساعدني. وأنا أحتاج الماء. سآتيك بالماء. وأيضاً
المكان هنا غير مريح. سأحضر وسادات وألعابا. أحتاج إلى بعض الألعاب. ستأتي حالا. تعالوا جميعا. هل يمكن أن نبحث عن الكرة الضائعة؟ فيما بعد، هذا الأمر مهم. سأعتاد على هذا الوضع. يوهو، أنا هنا. كواك 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 كواك. بلبلة؟ بطة؟ لقد أتيت. آسفة تأخرت. هيا تعالي نلعب. أوه، لا أقدر. لماذا لا تقدرين؟ لقد وجدت بيضة في عشي وسأجلس عليها. صحيح؟ نعم. تستطيعين البقاء معي. انظري إلى هذه الأشياء. سنتسلى. حسنا إذن، هل يمكنك أن ترتبي العش؟ طبعا. أوه، هل يمكنك أن تحكي ظهري؟ فوق قليلا، تحت قليلا. نعم. شكرا. طلبت أولا وسادات والآن غطاء. روزي، إلى أين تذهبين؟ بلبلة تحتاج إلى الطعام ولا يمكنها ترك البيضة. البيض. وماذا عن المباراة؟ كنت سأفوز. علينا أن نكملها. أنا غاضبة. لم أفرد جناحي طوال اليوم. لنكمل المباراة يا روزي. ولكن يا كرز، نحن ليس لدينا كرة. فلنستخدم هذه. لا أظن ذلك. أوه، هيا، يجب أن نكمل المباراة. وأيضا بلبلة تحتاج الراحة، هكذا قال فكري. ربما أنت على حق يا كرز. هيا بنا لنذهب. انتظروني. تمهلي قليلا يا بلبلة، ألم تنسي شيئا؟ ماذا؟ البيضة، يجب أن تجلسي عليها. لكن حسنا، دورك الآن، وأنا أحتاج نقطة للفوز. وعندها نستطيع أن نأكل قطعة حلوى؟ بالتأكيد. أوه، هيا يا رومبا. بلبلة، أنت تتحركين؟ أوه لا، مرة أخرى. كواك كواك. ها هي. إنها تتجه صوب فكري. أنت سترافقينني. أمسكتها. واو، أحسنت يا روزي. هذه هي كرة المضرب. ماذا؟ نعم. هل البيضة بخير؟ أنا آسفة فعلا يا بلبلة، لقد حصل سوء تفاهم بسيط. يبدو أن البيضة ليست فعلا بيضة، إنها كرة المضرب التي أضعناها. لا أصدق هذا. أي أنك كنت تجلسين على كرة المضرب. كان هذا الأمر مملا جدا. في يوم ما ستكون عندي بيضة، أما الآن من يلعب معي؟ رومبا المحظوظ. لا أصدق أننا ربحنا المباراة يا رومبا. بفضل مهارتي في اللعب يا روزي. روزي، لو أن بلبلة جلست وقتا كافيا على الكرة، هل كان من الممكن أن تفقس كرة صغيرة؟ لا أصدق ذلك. ها
ألو فكري. ألو أرزا. كم أحب القيادة في الهواء المنعش الرقيق. وأنت يا رمبا؟ ليس وأنت تضعين هذا الشال. ولما تريد أرزا أن تراكي؟ ستدع أحدا للمبيت عندها. أوه، أتمنى أن تضعوني. في الوقت المناسب. هيا أعلى قليلا أرجوكما. هذا أعلى ما يمكننا. أنت أطول من الحبل، أو ربما الحبل أقصر منك. روزي محقة، نحتاج إلى حبل أطول. سأحضر لك حبلا حين أعود من عندي أرزة. انظري، شالك يدغدغ وجهي يا روزي. أليست روزي فعلا رائعة؟ عفوا على التأخير يا أرزة. المهم أنك هنا الآن يا روزي. هل ستدعين أحدا للمبيت هنا؟ نعم، وسأطلب منكما خدمة. طلباتك أوامر، أنا أسعد بها كثيرا. أشكرك. أريد دعوة حبات البلوط للمبيت فوق أغصاني. الحبات الصغيرة؟ لكن أريد استئذان فكري بنفسي، لكن رغم أني أراه وأسمعه يشخر ليلا لم أتكلم معه سابقا. هذا مؤسف. سنذهب ونسأله في الحال. هيا يا رومبا. في الحال. روزي، الشال، الشال. أنت الأبرع يا لين، من بعدي طبعا. لو أن الحبل أطول لرأيتما براعتي. لقد تأخرت روزي، قالت إنها ستساعدني. أريد أن أقفز الآن. أنا سأساعدك، اتبعني. ألن ننتظر روزي؟ قد تتأخر. هيا. مرحبا يا فكري. روزي، رومبا، أهلا بكما. أنقل لك رسالة من أرزة. ماذا؟ رسالة من أرزة؟ لي أنا؟ نعم، تطلب منك السماح لحبات البلوط بالمبيت عندها. حسنا حسنا، أنا سأسمح بذلك. في أي وقت إذن؟ إذن لنعد إلى أرزة ونسألها. خسارة أنكما لا تستطيعان التحدث معا. ها؟ للأسف ليس لنا أجنحة، الطيران أسهل بكثير. فكرة بلبلة، يمكن أن تسأل أرزة وتعود بسرعة. بلبلة؟ يا بلبلة. ماذا تريدين؟ نحن وفكري نريد أن نطلب منك خدمة، هل يمكن؟ آسفة، أنا منشغلة باختراعي. بعد اليوم نحن الطيور لن ننام على الأغصان القعسية، فأنا بلبلة اخترعت أول عش طري للطيور. ترى. حسناً، إذن أين هو؟ سأريه للجمهور لاحقاً. مع السلامة. علينا الذهاب بأنفسنا يا رومبا. روزي ورومبا ليسا هنا، قال إنهما سيذهبان إلى أرزة. انظرا، هذا حبل قفز طويل جدا. لا أظن. علينا أن نستأذن. ما هذا الكلام الغريب؟ روزي لن تمانع، وهي ليست هنا الآن. أرزة، فكري يسأل متى تريدين أن تأتي حبات البلوط. أخبروه أني أريدها حين تنحني الشمس وتنعس السماء. ها؟
أظنها تقصد عند غروب الشمس. ها! رائع! راقب هذا! نعم! انظروا إلى ما أفعله! هيا يا كرز هيا! أخبراني متى سيحين دوري. بعد دقيقة، لا تتوقف، أسرع! أرزة تريد الحبات الصغيرة عند غروب الشمس. الغروب يا حبوب، الغروب. أخبراني، ما هو موعد العودة؟ ألا تستطيعين الذهاب إلى أرزة يا بلبلة؟ نحن متعبان. آسفة للغاية. لا أستطيع الآن، علي إنهاء اختراعي. هيا يا رومبا، على الأقل طريقنا منحدر. هيا يا روزي، هيا. ألم تنتهي الدقيقة بعد يا كرز؟ حان دور بينون الآن يا كرز. حسناً، سأعطيك الدور، فقط إن أسرعت أكثر وأكثر. وعد. وعد. الآن هيا. نعم، انظر إلى هذا. وهو يا هاي. لا. انظر ماذا فعلنا. علينا إخبار روزي في الحال. نعم، لنذهب إلى أرزة. أحضر الخرطوم معك. ماذا؟ رائع. رغم أني متعبة يا رومبا، إلا أني سعيدة بالهواء وهو ينعش وجهي. نعم، إنه منعش يا روزي. واو، انتبه. كدنا نتصادم. آسف لمقاطعتكما ولكسر خرطوم المياه. الخرطوم؟ نعم، ظننتها فكرة جيدة أن نستخدمه حبلا لبينون. بالطبع جيدة، وقد أعطتني أنا أيضا فكرة رائعة. هيا يا فكري، أرزة مستعدة على الخط. يبدو أنه يوم الاختراعات. لا أصدق أنني سأتكلم مع فكري، هذا لم أتوقعه. اختبار، اختبار، 1 2 3. مرحبا، هل تسمعينني الآن؟ نعم، مرحبا يا فكري. أنا أكلم أرزة. إذن كيف هي جذورك؟ أرجو أن يسقط الثلج لإسعادك. ومريح أيضاً. يبدو مريحاً بالفعل. ومتنكر أيضاً. ظريف جداً. روزي، هل يمكن أن أقود أنا الآن؟ طبعاً. استعدوا للانطلاق. أصبت يا روزي، ليس هناك ما هو أروع من هذا الهواء المنعش اللطيف. رومبا، هل نزعت هذا الشيء؟ ليس شيئاً، إنه اختراع. انزعه حالاً، إنه يدغدغني. يدغدغ مثل شالك يا روزي. رومبا.
هذا رومبا بضربة قدم صاروخية. كرز مشهور بضربات الرأس البارعة. هيا يا جذع يا العجوز. آسف فكري. هذا ليس مضحكا. لا أضحك عليك، إنه كرز. انظر إلى ظله يا فكري، لديه رأسان. هذا لا شيء، انظر إلى هذا. كوكوكوكو. عذرا بينون. لا بأس. ما هذه؟ إنما ورقية صنعتها مفاجأة لروزي. أترى؟ هذه أنا وهذه روزي يدا بيد. سوف تعجبها كثيرا. أتمنى ذلك. علي تعليقها قبل أن تترك بيت اللعب. وداعا. حصان. المزيد. هذه من أجلك أرنب. هذا لا يشبهني. بل يشبه. أهلا يا حبات البلوط، انظروا إلى هذا. لا 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 لا. فلنتقافز. حسنا، هذا رائع جدا يا كرز. أنا مشهور بضربات الرأس وبألعاب الظل أيضا. يجب أن أكون هادئة. أتمنى أن تعجب روزي. والآن طائر. يجب أن يبدو المنقار هكذا. منقاري أجمل بكثير، شكله متميز. أما جناحاي فهم. سأريك جناحاي. مرحبا بكم كرز. ماذا تفعل؟ يصنع أشكالا بالظلال. فاتتك رؤيتها يا روزي. اصنع لي شكلا أرجو. أنا محبوب للغاية اليوم. حسنا، تعالوا في الظهيرة وسأقدم عرضا متميزا لكم. مرحبا لي. أهلا روزي، هل رأيت مفاجأة هذا الصباح يا ترى؟ أجل، كرز سيقدم عرضا للظلال على تل فكري. صحيح؟ هل من مفاجآت أخرى؟ أجل، أنا وأنت سنعد عصير التوت والكعكة لكل من سيحضر العرض. حسنا. ماذا بك؟ تحبين صنع الأشياء لأجل الآخرين. نعم أعرف. هل أنت بخير يا لين؟ أنا بخير. فلنبدأ على الفور. أخبريني يا بطة، من لديه أجمل منقار؟ يقصد الأكثر أناقة ورقيا. وأفضل جناحين. أكثر جناحين متألقين. قولي الحقيقة، أنا لن أنزعج. سأقول الحقيقة، أنتما متشابهين تماما. ماذا تقولين؟ لم نأتي إلى هنا لتخدعينا. الجميع يعرف أنني ليس لي مثيل. سوف يحب الجميع هذا الكعك جداً. أرجو هذا. لين، متأكدة أنك بخير؟ أجل، من الأفضل أن نسرع. أسرعوا يا رفاق، أسرعوا وإلا سيفوتكم العرض الأكبر والأكثر إبهاراً في العالم. لقد جئنا. أنا هنا، يمكنك أن تبدأ. مستعدون لعرض مذهل لن يتكرر.
الشكل الذي تصنعه؟ اصمتي يا بطة، فهو لم يبدأ بعد. هل كل شيء على ما يرام؟ لا فائدة، لا أستطيع التركيز. لماذا؟ بسبب فكري، يهز أوراقه ويشتتني. سأبحث عن مكان آخر. لكن سأهزها بشكل أهدأ، هذا وعد. كرز، حسناً، هذا المكان مناسب. مستعدون؟ أجل! هيا! كلا، هذا لا ينفع. لا أجد المكان المناسب. انتظروني هنا. كرز، ماذا بك؟ لا أستطيع تقديم عرضي. في الصباح كنت أصنع ظلالاً كبيرة، والآن انظري، فقدت ظلالي. أنا ليس لي ظل أيضاً. هذا لأن الشمس اختبأت وراء السحب، ليس أكثر. الظلال تظهر فقط حين تسطع الشمس. إن لم أقدم العرض فسيسخرون مني. حسناً، ربما هناك شيء آخر يمكننا فعله. مثل ماذا؟ نبعد السحاب؟ عليك التفكير في شيء بسرعة، فالجميع في انتظار العرض. أستطيع المساعدة يا روزي؟ لا أعتقد هذا يا بينون. لا أحد يبدو سعيداً اليوم، ولا حتى أنت، ولكنك تلقيت مفاجأة جميلة في الصباح. أية مفاجأة؟ التي صنعتها لين. أين تذهبين؟ علي العثور على لين. ما قصة الهدية المفاجئة يا لين؟ كان عليك أن تخبريني إن لم تعجبك يا روزي. لكن ماذا كانت الهدية؟ لين، روزي، أهذه لكما؟ الدمى، كيف أتت هنا؟ هل صنعتي هذه لأجلي؟ تركتها عند بيت اللعب، ويبدو أنها طارت. أتروك لك؟ كثيراً، شكراً جزيلاً لك. شكراً أرزة. الريح تحمل هدايا كثيرة، وأفضلها ما تأتي فجأة. لين، عليك صنع المزيد من هذه. الليلة سوف نمنح جميع الأصدقاء مفاجأة. الضوء جيد، أصابع جيد، طيور هيا كلاكما جيد، ومعنا الدمى الورقية. فليبدأ العرض. مساعدتك لي يا روزي. لم أكن لأفعل لولا لين. انظروا جميعا، أفعل هذا، أترون؟ روزي. نعم يا رومبا. أين يذهب الظل في الليل يا روزي؟ يخلد للنوم يا رومبا. تصبح على خير. لكن ظلي يريد اللعب. لماذا يا روزي؟ لم أطفئه، لقد أطفأه ظلي.